بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وابنائي الاعزاء، اهلا بيكم مع محاضره جديده من سلسله محاضراتنا في مقرر الهيستولوجي. هنكمل مع بعض شابتر السيتوجيناتي. النهارده هنتكلم عن الميوسيس، والميوسيس هو نوع من انواع السيل ديفيجن. هنتكلم فيه عن ثلاث حاجات مهمين. رقم واحد دي ان اي دوبليكيشن او دوبليكيشن اوف ذا دي ان اي، الفيرست ميوتيك ديفيجن والسكند ميوتيك ديفيجن. لكن هنكمل مع بعض في نقطتين: significance of meiosis و non-disjunction، واخر حاجة هنفرق ما بين الميوسيس في الميل والميوسيس في الفيميل. الميوسيس كسيل ديفيجن ما بيحصلش غير في الجيرم سيل لاين. يعني ايه جيرم سيل لاين؟ يعني الخلايا المتخصصة في تصنيع الجميد. سي هي الجميد، في الميل بتبقى سبيرمز، وفي الفيميل بتبقى الاوف. وده مهم جدا علشان السيكشوال ريبرودكشن. لو احنا تخيلنا ان الخلية بتاعتنا الطبيعية واللي من ضمنها الجيرم سيل اللي موجودة في الأوفري واللي موجودة في التستس، بتتكون من ايه؟ بتتكون من 46 كروموسوم بالشكل ده، وبالتالي الدي ان ايه كونتنت بتاعها دبل اماونت اوف ذا دي ان ايه، بنسميها 2C. هتقول لي يا دكتور تمام خلاص، ده العملية بسيطة جدا، احنا عندنا 46 كروموسوم و2C، انت عايزهم يبقوا كام؟ انا عايزهم يبقوا 23 كروموسوم 1C. خلاص نقسم الخلية دي نصين، هتبقى الخلية 23 كروموسوم 1C ودي 23 كروموسوم 1C، يبقى ده السبيرم ودي الأوفم. لما يتقابلوا هيدوني خلية مرة تانية 46 كروموسوم و2C. العملية بسيطة جدا، بس هي مش كده. ده بنسميه البيناري فيشن، والبيناري فيشن ده او الانقسام الثنائي البسيط ده بيحصل في البكتيريا. لاحظ معايا كده البكتيريا، هتلاقي البكتيريا كلها شبه بعضها، يعني مفيش ستاف مصري وستاف اوروبي، ولا في ستريبتوكوكس مصري وستريبتوكوكس صيني. كل الاسترين اوف ذا بكتيريا زي ار سيميلر في الشيب وفي الفيسيولوجي بتاعها. ليه؟ لان هي بتعتمد على البيناري فيشن، فالبيناري فيشن بيدي جينريشنز جديده شبه الجينريشنز القديمه بالظبط. علشان كده فكره البيناري فيشن دي مش ماشيه مع الماميليانز ومن ضمنها الهيومن. طب نعمل ايه؟ اول حاجه هنعملها هو دوبليكيشن اوف ذا دي ان اي، يعني الكروموسوم اللي بالشكل ده هخليه بالشكل ده. يبقى انا ضاعفت كميه الدي ان اي. هل انا ضاعفت النمبر اوف كروموسومز؟ لا طبعا، هنا النمبر اوف كروموسوم ثابته، لكن انا غيرت شكل الكروموسوم زي ما قلنا في الميتوزيس. يبقى اذا الخليه بتاعتي الاول لازم تدخل المين اللي هتدخل، اللي هي الجيرم سيل اللي موجوده في الاوفري واللي موجوده في التستس. هتدخل الاول في عمليه دوبليكيشن اوف ذا دي ان اي، بنسميها اس فيز. علشان تدخل في الدوبليكيشن اوف ذا دي ان اي طبعا لازم تعدي على الجي 1. ما علينا، هنتكلم عن المواضيع دي بالتفصيل بعد شويه، لكن تعال ناخد فكره الاول سريعه. يبقى الخليه بتاعتي هيحصل لها دوبليكيشن للدي ان اي. طب الدوبليكيشن اوف ذا دي ان اي لما الخليه بتاعتي تنقسم هتدي ايه؟ هتدي 4 سيلز. علشان اوصل لل 1 سي ده لازم اقسم ال 4 سي دي على 4، يبقى لازم ادي 4 سيلز. كل خليه يبقى فيها هابلويد نمبر اند هابلويد اماونت اوف دي ان ايه. نفس الكلام هيحصل فين؟ في السبيرمز. يبقى انا عندي دلوقتي اوفم فيها هابلويد نمبر اند هابلويد اماونت، وعندي سبيرم فيها هابلويد نمبر وهابلويد اماونت، اللي هي الكروموسوم بتاعها بيبقى بالشكل ده. لما يتقابلوا ويحصل فيرتلايزيشن، يبقى انا عندي الزيجوت او الخليه الجديده فيها 46 كروموسوم اللي هو ديبلويد نمبر، ومعاهم الديبلويد اماونت اوف ذا دي ان اي، وهيبقى الكروموسوم بتاعهم بالشكل ده. طيب منين ضمنت لي بهذه الطريقه من السيل ديفيجن ان انا احصل على فاريبل شيب؟ يعني يبقى البوبوليشنز بتاعتي السبعه مليار انسان مختلفين في الشكل. هي الفكره كلها في الدبل كروموسوم ده، ان انا اقدر اوصل للدبل كروموسوم ده، وده اللي هنعرفه في الميوسيس بعد شويه. يبقى ايه السيجنيفيكانس بتاع الميوسيس؟ ايه الهدف بتاع الميوسيس؟ حاجتين. الحاجه الاولانيه فاسيليتيت السيكشوال ريبرودكشن، وده ان انا بحصل على جميد فيها الهابلويد نمبر اند هابلويد اماونت اوف دي ان ايه. الحاجه الثانيه بيعمل لي جينيتك فاريشن في الجيميتس، وبالتالي هيديني جينيتك اند فينو
تيبك يعني ايه جينيتك اند فينوتيبك؟ يعني الجينوم بتاعي عمره ما كان زي الجينوم بتاع اخويا الا في التوائم المتماثله. يبقى انا لو نجحت ان انا اوصل للهدفين دول يا سلام، يبقى انا فهمت الميوسيس كويس قوي واقدر اوظفه في حياتي. يبقى اذن الخليه اللي نصها جاي من الميل ونصها جاي من الفيميل، اللي هي الخليه بتاعتي وبتاعتك، نص الخلية بتاعت الجاميتوسايد دي، نص الكروموسومز جاي من الميل والنص التاني جاي من الفيميل، النص جاي من السبرم ونص جاي من الأوفا. الخلية دي عايز أضمن لما تطلع جاميتس يبقى لا كلها جاية من الأب اللي هو الجد يعني، ولا كلها جاية من الأم، لأ أنا عايز فاريابيليتي علشان يبقى عندي فاريابل جينيتك كونستيتيوشن وبالتالي فاريابل فينوتيبك شيب في البوبوليشن. يبقى لو نقرا الكلمتين اللي موجودين في الكتاب ونراجعهم مع بعض. الميوسيس اوكي ان جيرم سيل اسينشال فور سيكشوال ريبرودكشن. يبقى الجينوم اوف ذا ديبلويد جيرم سيل اللي هي فيها الديبلويد نمبر والديبلويد اماونت اوف دي ان ايه، هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها دي ان ايه ريبليكيشن، فهتبقى ديبلويد نمبر وتترابلويد اماونت اوف ذا دي ان ايه. ده هيلزمه تو سكسيسيف سيل ديفيجن، علشان تبقى المحصله النهائيه بتاعه التو سكسيسيف سيل ديفيجن دي هابلويد نمبر اند هابلويد اماونت اوف ذا دي ان اي. الكروموسومز اوف ذا بيرنت، الكروموسومز بتاعت الديبلويد جيرم سيل دي اندر جو جينيتيك ريكومباينيشن. يعني ايه جينيتيك ريكومباينيشن؟ هنشوفها دلوقتي. وبالتالي الزيجوت هيبقى في جينوم مختلف عن الاب ومختلف عن الام ومختلف عن الجد ومختلف عن الجد. يبقى لو نحب نعرف الميوسيس نقول هو عباره عن ايه؟ عباره عن تو سكسيسيف سيل ديفيجن مسبوقا ب دوبليكيشن اوف ذا دي ان اي. بنقول ان الميوسيس بتاعنا وان واي. يعني ايه وان واي؟ يعني ما هواش سيل سايكل. طب هيفيدنا بايه ده يا دكتور؟ يعني انت اضاف ايه؟ يعني ايه الاستفاده لما عرفنا ان هو وان واي؟ ان قوانين السيل سايكل اللي احنا قلناها في محاضره السيل سايكل ما بتمشيش على الخلايا اللي بتمشي في سكه الميوسيس ده. بالرغم ان الخليه علشان تعمل ريبليكيشن للدي ان ايه لازم تدخل في جي 1 واس وجي 2، لكن قوانين السيل سايكل ما بتمشيش. يعني ما فيش عندي هنا ابوبتوزس ولا عندي هنا تشيك بوينتس. ده معنى الكلام. يبقى الانترفيز اللي هو جي 1 واس وجي 2 ده فولد باي تو مايوتيك سيل ديفيجن. بسمي الاولاني مايوسيس 1 وبسمي الثاني مايوسيس 2. تعالى كده نشوف الخليه اللي هي الجيرم سيل اللي هي 2 سي و2 ان هتدخل في السيل سايكل؟ لا، فيما يشبه السيل سايكل عشان تدخل في جي 1 واس وجي 2 وتبقى جيرم سيل فيها 4 سي و2 ان. شفت السيل سايكل بتاعتي اتفتحت ازاي؟ علشان هتديني 2 جيرم سيل. الخليه الاولانيه فيها 2 سي و1 ان، هتدخل في السكند مايوتيك ديفيجن علشان تديني 4 جاميتس، كل جاميت فيها 1 سي اند 1 ان. يعني دي ما تنفعش تبقى جاميت، لا ما تنفعش تبقى جميل. زي ما قلت لكم من شويه ان السيل ديفيجن بتاعي في الميوسيس وان واي، يعني ما هواش سيل سايكل، وبالتالي كل قوانين السيل سايكل ما بتمشيش عليه هنا. الميوسيس 1 ايه هو الفيرست مايوتيك سيل ديفيجن؟ الفيرست مايوتيك سيل ديفيجن ده لازم يحصل، خلي بالك احنا بنكرر الكلمه علشان ما ننساهاش، بيحصل افتر ريبليكيشن اوف ذا دي ان اي. يبقى الاول لازم يحصل ريبليكيشن اوف ذا دي ان اي علشان احصل على الديبلويد كروموسوم. هدف هذا الفيرست مايوتيك سيل ديفيجن اللي بسميه ريدكشن ديفيجن ان انا اعمل ريدكشن للنمبر اوف كروموسوم من 2n الى 1n. طب وهعمل ريدكشن للاماونت اوف دي ان اي؟ يس، بس هعمل لها ريدكشن من ال 4c الى ال 2c. يبقى اتش بير اوف هومولوجس كروموسومز اللي بيتكون من 2 سيستر كروماتيدز طبعا هينفصل في التو دوتر سيلز. يبقى انا عندي خليه فيها 23 كروموسوم وخليه فيها 23 كروموسوم. الميوسيس 1 زي اي سيل ديفيجن في بروفيز وميتافيز وانافيز وتيلوفيز، لكن البروفيز في الفيرست مايوتيك ديفيجن فيري لونج. يعني ايه فيري لونج؟ كام ساعه يعني؟ انا كنت اعرف ان البروفيز في الميتوزيس بياخد له حوالي ساعه، لكن البروفيز في الفيرست مايوتيك ديفيجن فيري لونج كام يعني؟ في الميل بيبقى دايز وفي الفيميل بيبقى ييرز.
علشان كده سهل قوي 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 ان انا اقسمه الى 5 ستيجز: الليبتوتين والزيجوتين والباكيتين والديبلوتين والدايا كاينيسيس، وهنعرفهم بالتفصيل ما نتخضش. لكن عايز اقول ان الفايف ستيجز دول هم اللي مسؤولين عن الجينيتيك ريكومباينيشن، وهم اللي مسؤولين عن هذه الفاريابيليتي في الشكل ما بيني وما بين اخويا، وبيني وبين والدي، وبينك وبين مامتك. كل ده ما بيحصل منين؟ بيحصل فين؟ بيحصل امتى؟ بيحصل في البروفيز 1. طب تعالوا كده نشوف ايه يعني ايه ليبتوتين. ليبتو يعني ثريدز، الاقي الكروماتين بتاعي تحول الى ثريدز، ودي بياخد وقت مش طويل. لكن الكروماتين بتاعي تحول الى ايه؟ بيحصل له كوندنسيشن وهيتحول الى ايه؟ الى ثريدز اقدر اشوفها تحت الميكروسكوب. لكن ممكن اقدر افرق ما بين الكروموسومز اللي جايه من الاب والكروموسومز اللي جايه من الام في الجاميتوسايت، في الخليه نفسها. الاقي الكروموسومز بتاعه الام ليها لون والكروموسومز بتاعه الاب ليها لون. لو افترضنا ان البلاك ده بيشير الى الكروموسوم اللي جاي من الاب والريد بيشير الى الكروموسوم اللي جاي من الام، يبقى انا عندي في الخليه 23 كروموسوم جايين من الاب و23 كروموسوم جايين من الام. لكن ما اقدرش اشوف السيستر كروماتيز لان الكروموسومز بتاعتي فيري ثين، لسه ما حصلش كومبليت كوندنسيشن. في الزيجوتين، ودي المرحله الثانيه، هشوف ايه في الزيجوتين؟ هلاقي الكروموسومز اللي جايه من الاب بتتعرف على الكروموسومز اللي جايه من الام. يعني ايه؟ يعني الكروموسوم رقم واحد اللي جاي من الاب اتعرف على الكروموسوم رقم واحد اللي جاي من الام، ورقم اتنين اتعرف على رقم اتنين، ورقم تلاته طب يتعرفوا على بعض ازاي؟ دي عمليه بسيطه خالص وفي الفسيولوجي معروفه، لان كل كروموسوم عليه الايدنتيفيكيشن بوينتس. يبقى في الاي باستخدام الايدنتيفيكيشن بوينتس بنفس فكره الانتيجين والانتي بودي، الكروموسومز اللي جايه من الاب بتتعرف على الكروموسومز اللي جايه من الام. الاثنين لما يلزقوا جنب بعض كده اسميهم ايه؟ اسميهم هومولوجس كروموسومز. يبقى انا عندي كام هومولوجس كروموسوم في الخليه دي؟ عندي 23 هومولوجس كروموسوم. العمليه دي بنسميها بيرنج او سينابس. يبقى الكروموسوم بتيجي جنب بعضها في عمليه بسميها بيرنج او سينابس. لكن في الباكيتين، ودي لما اشوفها تحت الميكروسكوب الاقي الكروموسومز بتاعتي بقت هايلي كوندنسيت وبقت شورت، يبقى شورتر اند ثيكر، لدرجه ان انا ممكن اقدر اشوف في المرحله دي ان كل كروموسوم بيتكون من 2 كروماتيدز. والاحظ ايه كمان؟ والاحظ ان كل كروموسوم بدا يعمل كروسنج اوفر، يعني يعدي على الكروموسوم اللي جنبيه في نقط التقاء بسميها كايزمات. طب انا كنت اقدر اعمل الحكايه دي لو ما كنتش لجأت للريبليكيشن اوف ذا دي ان ايه؟ لا طبعا كنتش اقدر، كنتش هحصل على الكروموسوم ده اصلا، ما كانش موجود عندي. علشان كده كان لازم اعمل ريبليكيشن للدي ان ايه قبل ما ابدا في الفيرست ميوتيك ديفيجن. هيحصل ايه دلوقتي؟ ان النان سيستر كروماتيدز، ايه النان سيستر كروماتيدز دي؟ لا، ما هما الاثنين الاحمر دول سيسترز اخوات، والاثنين الابيض دول سيستر، لكن الاحمر بالنسبه للابيض ما هواش سيستر. فبيقول ان النان سيستر كروماتيد هتعدي، هتعمل كروسنج اوفر مع النان سيستر كروماتيد التاني، ودي طبعا اكيد هتعمل كروسنج اوفر مع دي، لان الاثنين بيبقوا فوق بعض مش زي ما انا رسمهم كده. يبقى اذا هيحصل هنا ايه؟ هيحصل هنا كايازمات، اللي هي نقط الاتصال دي بسميها كايازمات والمفرد كايازما. يبقى النان سيستر كروماتيد هتعمل كروسنج اوفر عن طريق الكايازمات. ايه اللي هيحصل يعني في الحكايه دي؟ لا، ما هو الكروموسوم الاحمر ده هيعمل اكس تشينج مع الكروموسوم الابيض ده، يبقى الكروموسوم الابيض ده هينقل حته هنا وياخد حته بدلها من الكروموسوم الاحمر. يبقى المحصله النهائيه ما عادش عندي كروموسوم احمر ولا كروموسوم ابيض، يعني ما عادش عندي كروموسوم جاي من الاب وكروموسوم جاي من الام، لكن بقى عندي كروموسوم جديد خالص هجين، هجين ما بين الكروموسوم اللي جاي من الاب والكروموسوم اللي جاي من الام. عارف تبقى سر الجينيتيك فاريابيليتي اللي موجوده عندنا جايه منين؟ هي من الحته دي اللي بنسميها الكروسنج اوفر، واللي كنتوا بتسموها في مرحله الثانويه
الارتباط والعبور. اهو ده الارتباط والعبور، احنا شفناه بان جزء من الكروموسوم الاحمر عبر الى الكروموسوم الابيض، وجزء من الكروموسوم الابيض عبر الى الكروموسوم الاحمر، فبقت المحصله عندي لا عندي كروموسوم ابيض ولا عندي كروموسوم احمر، بقى عندي دلوقتي هايبريد. هايبريد يعني هجين من الكروموسوم الاحمر على الكروموسوم الابيض. كده تقريبا خلصت المهمة بتاعة البروفيز 1، علشان كده الهومولوجس كروموسوم هتبدأ تنفصل، وهي بتبدأ تنفصل هنشوفها بالشكل ده، فهنسمي المرحلة دي ديبلوتين، وهنسمي التو كروموسومز دول على بعضهم كده باي فيلنت. لكن على أي حال بعد ما هيحصل اكس تشينج هيحصل ان الكروموسومز هتبعد عن بعضها بالشكل ده، فبنسمي المرحلة دي دايكاينيسيس، ودي ما تهمكش قوي لان دي بتهم الناس بتوع البيولوجي اكتر. لكن هل التو كروموسومز انفصلوا عن بعض؟ لا، مش هينفصلوا عن بعض غير بعد ما البروفيز كله ينتهي والميتافيز نبدأ فيه. علشان كده الميتافيز 1 الكروموسومز بتاعتي هتبدأ تأرانج في الإكواتوريال بلين بعد ما السنتريولز مايجريت تو ذا أوبوزيت بول، والميكانيزم قلناه في الميتوزيس هو نفس الميكانيزم طبعا. يبقى أنا عندي هنا الميكروتوبيولز هتأتش بالكاينيتوكورز اللي موجودة على الكروموسومز. بس انا عندي هنا ملحوظه عايزك تركز معايا فيها لو كنت حضرت محاضرتي في الميتوزيس، ان الكاينيتوكور هنا سنجل كاينيتوكور، وده هيديني سر بعد شويه هنتفرج عليه. يبقى اذا الكروموسومز ارانج في الاكواتوريال بلين هيطلع عندي مايكروتوبيولز اتاتش بالكاينيتوكور، وعندي مايكروتوبيولز تانية ما هياش اتاتش بالكاينيتوكور. انا يعني كده خلصت الميتافيز. هلاقي ايه؟ هلاقي ان الهومولوجس كروموسومز في الانافيز بتتحرك على بعضها، ما حصلش سيباريشن زي ما كنا بنتكلم في الميتوزيس. ده ليه؟ لان انا عندي كاينيتوكور واحد حوالين السنترومير، ما هماش اتنين كاينيتوكورز زي ما كنا بنتكلم في الميتوزيس وزي ما هنتكلم في السكند ميوتيك ديفيجن. يبقى المايكروتوبيولز دي هتقصر، المايكروتوبيولز دي هتطول، هيحصل سيبريشن. سيبريشن ما بين ايه؟ ما بين التو كروموسومز دول، هما كانوا حاجه واحده. ايوه، مش كنا بنقول عليهم من شويه ان هما باي فيلنت كروموسوم؟ هما دلوقتي ما عادوش باي فيلنت كروموسوم، كل واحد رايح في اتجاه. في اتجاه ايه؟ في اتجاه السنتروسوم. يبقى بعد شويه الخليه بتاعتي هتطول، من اللي هيطولها لي المايكروتوبيولز اللي فوق دي، علشان يحصل ايه بقى؟ علشان يحصل التيلوفيز. ايه اللي هيحصل في التيلوفيز؟ ان النيوكليار انفلوب هيرجع تاني، المايكروتوبيولز بتاعتي هتختفي، الكروموسومز بتاعتي هتتحول الى كروماتين، وبعدين نبدا في السيتوكاينيزيس علشان الخليه بتاعتي تبقى خليتين. يا ترى لسه فاكر النمبر اوف كروموسومز في الخليه الجديده دي كام؟ 23 كروموسوم. ويا ترى لسه فاكر الاماونت اوف ذا دي ان ايه؟ دبل اماونت اوف ذا دي ان ايه، لان كل كروموسوم ستيل كونسيست اوف تو كروماتيدز، ودي حاجه يونيك يعني انا ما اقدرش اشوفها غير في الفيرست ميوتيك ديفيجن او في نهايه الفيرست ميوتيك ديفيجن. الخليه دي هتدخل في ريبليكيشن اوف دي ان ايه، لو دخلت في ريبليكيشن اوف دي ان ايه يبقى احنا في السيل سايكل، ودي مش هيحصل، لكن على طول هيحصل السكند سيل ديفيجن او السكند ميوتيك سيل ديفيجن. قبل ما نروح للسكند ميوتيك سيل ديفيجن تعالوا نراجع مع بعض البي دي اف اللي احنا هنلاقيه في تحت المحاضره. يبقى في البروفيز 1 خلاص اتفقنا ان ده بيحصل افتر ريبليكيشن اوف دي ان اي، يعني بقى بعد ما عندي 4 سي الهومولوجس كروموسومز هيحصل لها بيرنج، وفي النهايه هيبقى في عندي تتراد لان كل كروموسوم هيبان وكانه بيتكون من 4 كروماتيدز. النان سيستر كروماتيدز هيحصل لها كروسنج اوفر، ودي حاجه يونيك خاصه بالميتوسيس. وقلنا ان البروفيز بتاعنا بيتقسم الى 5 ستيجز. لو بنتكلم عن الليبتوتين والليبتو يعني ثريدز، ان الكروموسومز بتاعتي بتبقى في صوره ثريدز لكن فيري ثين. ليه؟ لان لسه ما حصلش كوندنسيشن للدي ان ايه. لكن في الزيجوتين زي ما انت شايف ان كل كروموسوم بيتعرف على اخوه علشان بعد شويه هيحصل اكس تشينج. يبقى الهومولوجوس كروموسوم هيحصل لها ايه؟ اكس تشينج. في الباكيتين هيحصل مور اند مور كوندنسيشن، يبقى الكروموسومز بتاعتي هتبقى شورتر اند ثيكر. النان سيستر كروماتيدز هيحصل فينا ايه؟ زي ما قلت لكم من شويه هيحصل بقى هنا اكس تشينج، وده اللي مسؤول عن الفاريابيلتي في الشكل وفي المنظر. هذا الاكس تشينج اللي حصل ده الكايزماتا، وده الاكس تشينج اللي حصل بسميه ريكومباينانت كروماتيدز.
الهومولوجس كروموسومز هتنفصل في مرحلة الديبلوتين عن بعضها، لكن ما يزال الكروموسومز متصلة ببعضها. في الدايكاينيسيس الكروموسومز هتبعد لكن ما زالت متصلة ببعضها في البروفيز 1. الانفصال هيحصل امتى؟ هيحصل في الميتافيز. الهومولوجس كروموسومز وهي لسه متصلة ببعضها هتعمل ارانجمنت في الاكواتوريال بلين. اه واضحة اهي، دي واضحة في الصورة بتاعتنا خالص، مظبوط. الهومولوجس كروموسوم لسه لازقة ببعضها بالكايازمات، هتنفصل امتى؟ لما كل كروموسوم يبعد عن اخوه في الانافيز. يبقى في الانافيز الميكروتوبيولز هتقصر، اللي هي مين؟ اللي هي متصلة بالكاينيتوكور، بس انا عندنا كاينيتوكور واحد، فالتو كروماتيز مش هينفصلوا عن بعض. الميكروتوبيولز اللي مش متصلة بكاينيتوكورز هتطول، فالخلية بتاعتي هتطول، يبقى الخلية بتاعتي هيحصل لها ايه؟ ايلونجيشن. يبقى في التيلوفيز التو دوتر سيلز كل خلية فيها نص العدد من الكروموسومز، لكن كل كروموسوم بيتكون من ايه؟ بيتكون من دو كروماتيدز. الميكروتوبيولز هتختفي والنيوكليار انفلوب هيرجع، الكروموسومز هتتحول الى كروماتين علشان يحصل السيتوكاينيزيس، وكل خليه هتبقى خليتين من غير ما يحصل راجع مع بعض، من غير ما يحصل ريبليكيشن للدي ان ايه. هدخل على طول في الميتوزيس 2 او السكند مايوتيك سيل ديفيجن، اللي بيتكون من في بروفيز، ميتافيز، انافيز، اند تيلوفيز. لكن السنتريولز هيحصل لها دوبليكيشن، وبعدين الكروموسومز ارانجز في الاكواتوريال بلين. مين اللي هيعمل لها ارانجمنت؟ المايكروتوبيولز. عندي نوعين من المايكروتوبيولز، نوع هيتصل بالكاينيتوكور والنوع الثاني ما يتصلش بالكاينيتوكور. لكن بيجي هنا انزيم جديد خالص بيعمل سيبريشن كروماتيدز من بعضها، فبحصل على 23 كروموسوم فوق و23 كروموسوم تحت في كل خلية علشان اكمل السكند مايوتيك ديفيجن على الطريقة المعتادة. بقى عندي 4 سيلز، كل خلية فيها هابلويد نمبر اوف كروموسومز اند هابلويد اماونت اوف ذا دي ان اي. يبقى كل خلية من الجيرم سيل بتديني كام جميت؟ بتديني 4 جميتس. في الميل بتدي في 4 سبيرمز، وفي الفيميل بتدي 1 سيل اند 3 بولار بودز. يبقى اذا الميوسيس 2 سيميلر للميتوزيس في ايه؟ عند الانافيز كل كروموسوم بينقسم الى 2 كروماتيدز، وكل كروماتيديه بنعتبرها كروموسوم جديد. لكن بيختلف عن الميتوزيس في حاجتين. الحاجه الاولانيه مفيش دوبليكيشن للدي ان ايه، وبالتالي مفيش استفيز. الحاجه الثانيه ان النمبر اوف كروموسوم بيبقى 23، لكن في الميتوزيس كان النمبر اوف كروموسوم 46. دي الصوره دي الحقيقه تلخص لنا كل حاجه. خلاص قلنا في الميوسيس 2 الفور ستيج اللي هي البروفيز والميتافيز والانافيز والتيلوفيز، واللي هتنتهي بفور هابلويد سيل، قلنا الكلام ده. يبقى احنا كده تقريبا خلصنا الموضوع بتاعنا الاساسي. ايه هو؟ اللي هو الميوسيس، قلنا عباره عن 3 مراحل، ما تقولش ابدا مرحلتين. المرحله الاولانيه الدوبليكيشن اوف ذا دي ان ايه، المرحله الثانيه الفيرست ميتوك ديفيجن، والمرحله الثالثه كانت السكند ميتوك ديفيجن. وقلنا في البروفيز بتاع الفيرست ميتوك ديفيجن فيري لونج، اللي بيتكون من 5 ستيجز. عشان كده هنراجع مع بعض السيجنيفيكانس اوف ميوسيس. جينيريت الجينيتك فاريابيلتي، شايف الجينيتك فاريابيلتي ما بين خلق الله؟ ده انا لو بصيت في المجموعه دي اللي انا شايفهم شبه بعض دول واتحققت، هلاقي ما فيش واحد فيهم شبه التاني. ما تقوليش الصينيين او اليابانيين شبه بعض، ازاي بيعرفوا بعض؟ ما هم برضو بيقولوا علينا نفس الكلام ده. اخواننا الماليزيين لما بيجوا عندنا بيقولوا نفس الكلام، هم المصريين دول بيعرفوا بعض ازاي؟ دول كلهم شبه بعض. فكون البوبيوليشن شبه بعضها لكن الجينيتك فاريابيلتي عالي جدا ما بين الافراد. يبقى دي الطريقة البسيطة اللي بستخدمها، أو الطريقة الأولانية، مش البسيطة، الطريقة الأولانية اللي بستخدمها في الميوسيس علشان أعمل جينيتك فاريابيلتي. والطريقة التانية إيه؟ ألاقيها في القانون الثالث لو أوف أسورتمنت. يبقى السيجنيفيكانس اوف ميوز حاجتين. الحاجه الاولانيه فاسيليتيت السكشوال ريبرودكشن، لما حصلت على خليه فيها الهابلويد نمبر اند هابلويد اماونت اوف دي ان ايه. والحاجه الثانيه ان انا عملت جينيتك فاريابيلتي لما لجأت الى نظريه او ظاهره الارتباط والعبور، وعملت كروموسومز جديدة خالص، لا هي جاية من الأب ولا هي جاية من الأم، بقت هايبريدز، يعني جاية خليط ما بين الأب وما بين الأم. في عندي حاجة مش مكتوبة في الكتاب بس يا ريت
ما نتجاهلهاش، اللي هي النون ديسجنكشن. الاول ايه هو الديسجنكشن؟ الديسجنكشن ان انا بنجح ان انا افصل الكروموسوم ده عن الكروموسوم ده، ومره تانية افصل الكروماتيدا دي عن الكروماتيدا دي، دي بسميها ايه؟ ديسجنكشن. طب لو حصل نون ديسجنكشن، شايف كده؟ نشوف كده. آه الكروموسوم ده ما سابش اخوه، قال لا 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 لا، انا ماشي معاك مطرح ما تروح. طب ماشي، بقت الخليه دي فيها كام؟ بقى فيها 24. والخليه دي فيها كام؟ فيها 22. ونفس الكلام هنا، الخلية دي هيبقى فيها كام؟ فيها 22، والخلية دي فيها كام؟ فيها 24، لكن دي 23 و23. لو دي بقت اوفم او دي بقت سبيرم او العكس، يبقى انا عندي خلايا ابنورمال. الابنورمال ده هو اللي مسؤول عن الابنورماليتي اللي بشوفها في الكروموسومال الابنورماليتيز اللي انا واخدها في المحاضره اللي جايه ان شاء الله. يبقى اذا النون ديسجنكشن ممكن يعمل لي الداون سندروم، لان ده عنده 47 جاي من اوفم فيها 24 مع سبيرم فيه 23. عرفنا ال 24 جايين منين؟ طيب ده كلاين فلتر، يعني عنده 47 كروموسوم. ده ترنر يعني 45، يعني من خلية فيها 22 قابلت خلية فيها 23. عرفنا الحكاية جاية منين؟ من النون ديسجنكشن. يبقى ده السندرومز اللي ممكن تيجي نتيجة النون ديسجنكشن. هل الميوسيس في الميل بيساوي أو بيشبه الميوسيس في الفيميل؟ طبعا لا. بص كده، في الفيميل الميوسيس بيبدأ في الانتريوتراين لايف، يعني الفيميل دي ليها اوفري وهي لسه بطن مامتها، الخلايا بتاعتها اللي هي الاوجونيوم بتبدا الفيرست مايوتيك ديفيجن، يعني تعمل دبليكيشن للدي ان ايه. اهو حصل اهو دبليكيشن للدي ان ايه، بقت 4 سي 2 ان، وهتدخل على الفيرست مايوتيك ديفيجن البروفيز 1. في البروفيز 1 هتدخل في الليبتوتين، وبعد كده الزيكوتين والباكيتين والديبلوتين، وتقف بقى فين؟ وتقف في الديبلوتين. مستنيه ايه؟ مستنيه انها تتولد؟ لا طبعا، لكن مستنيه ان يحصل اوفيوليشن. ايه ده؟ يعني الخليه دي هتقعد في الفيرست مايوتيك ديفيجن 15 سنه علشان يحصل اوفيوليشن. ايوه، هتقعد في الفيرست مايوتيك ديفيجن 15 سنه، 15 سنه لحد ما يحصل اوفيوليشن. اهو اول جاست فور اوفيوليشن هيكمل البروفيز 1، وبعد كده الميتافيز 1 والانافيز 1. السيل بتاعتي بقت ايه؟ بقت جيرم سيل فيها 2 سي و1 ان. هل دي تنفع تبقى اوفم؟ لا طبعا، دي ما تنفعش تبقى اوفم، لكن ده اللي بيحصل لما يحصل اوفيوليشن. طب الاوفيوليشن الثاني هيحصل امتى؟ 15 سنه وشهر. طب اخر اوفيوليشن ده بعد 45 سنه. يعني انت يا دكتور عايز تقول لي ان الخليه اللي هيحصل لها اوفيوليشن بعد 45 سنه قعدت في الاوفري بتاعت الفيميل لمده 45 سنه في البروفيز 1؟ يس، علشان كده بنقول ان جينيتيك ديزيزز او السندرومز اللي بشوفها غالبا تكون ريليتد للفيميل اكتر ما هي ريليتد للميل، لان الاوفري في المرحله دي بيبقى سنسيتيف جدا للحاجات اللي تاثر على الجينوم. طيب دي ما هياش نافعه تبقى اوفا. طب هتبقى اوفا امتى؟ لو حصل فيرتلايزيشن. لو ما حصلش فيرتلايزيشن هتموت بحصرتها بالشكل ده. نفس الخليه دي اللي هي جيرم سيل 2 سي 2 ان هتدخل في السيل سايكل ده في الانتريوتراين لايف، وبعدين بعد ما الفيميل تبقى ماتيور انف هيحصل اوفيوليشن. حصل فيرتلايزيشن، هنشوف بقى كده. لو حصل فيرتلايزيشن بالسبيرم، الخليه دي هتتقسم الى خليتين وتدخل في السكند مايوتيك ديفيجن. ولما تدخل في السكند مايوتيك ديفيجن هيبقى عندي تو سيلز، يبقى عند الفيرتلايزيشن بقى عندي اوفم حقيقيه اللي هي فيها السبيرم، وهتتحول الى زيجوت. يبقى انا عندي هنا فور جاميتس، كل واحده فيها 1 سي 1 ان، ودول ثلاثه بولار بوريز بيختفوا افتر فيرتلايزيشن. ده الكلام اللي احنا لسه قايلينه من شويه. ستارت الانتريوتراين لايف، بتقف في الديبلوتين لحد ما يحصل اوفيوليشن، وبعدين تكمل السكند ميتيك ديفيجن، ممكن توصل ل 45 سنه زي ما انا لسه حاكي لكم من شويه. لكن في الميل العملية بس، الفكرة كلها ان انا ببدأ افتر بيوبرتي. في الميل، في الفيميل كنت ببدأ امتى؟ والفيميل في الانتريوتراين لايف، لكن هنا العملية بتبدأ افتر بيوبرتي. يبقى افتر بيوبرتي الاسبرماتوجونيا في السيمينيفراس تيبيولز هتتحول الى ايه؟ هتتحول الى سبيربس. العملية دي بتاخد حوالي 74 يوم، من اول ما الاوجونيا تفكر ان هي تبقى سبيرمس لحد ما تبقى سبيرمس بالعملية كلها بتاخد 74 يوم. يبقى ده الفرق ما بين السبرماتوجينيسيس والاوجينيسيس.
وده جدول يفرق لي ما بين السبرماتوجينيس والاوجينيس، هنلاقيه في البي دي اف بتاعنا. والاخر ده الفرق ما بين الميوسيس والميتوزيس. انت لو قريت الجدول ده يبقى انت لخصت المحاضرتين في لحظة واحدة. في النهاية بقول لكم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.